عسلامة، مرحبا بكم على ميت بوانتين. اليوم احنا موجودين في سوسة بحذا الدكتورة إيمان الساسي خلف الله، أخصائية أمراض النساء والتوليد. جينا بحذاها اليوم باش نحكيو على سوجي مهم ياسر، اللي هو الالتهابات المهبلية أو بما يعرف ليزانفيكسيون فاجينال. عسلامة دكتورة. عسلامة، يعطيك صحة اللي قبلتنا بحذاك اليوم. دوك دكتورة، كانت نجم تحكي لنا شنو هما الالتهابات المهبلية باش المشاهدين اللي يتبعوا فينا ينجموا يفهموها بالكدا؟ اني اخترت الموضوع هذايا خاطر تواصيف كما تعرف وتكثر المشكله هذي عند النساء، حتى لي كونستاسيون يكثروا، سا موتيف دو كونستاسيون تري فريكون. هما الاعضاء التناسليه نتاع المراه مقسمين لزوز، فما الاعضاء التناسليه في الجزء السفلي يوصلوا حتى العنق الرحم، المهبل وعنق الرحم. فما اعضاء التناسليه الفوق فيهم الرحم وفيهم لي ترون معناها والبويضات. باش نحكيو اليوم على الالتهابات في الجزء السفلي. الجزء السفلي نتاع الاعضاء التناسليه في المهبل وفيه حتى نوصلوا لعنق الرحم، بطبيعته موجود فيه جراثيم يسكنوا فيه. جراثيم هذوكم من المهمه نتاعهم يدافعوا على البلاصه هذيك، معناها كي نلقاو فيه جراثيم نلقاو دي بكتيري وفما انواع، معناها هذيك مهمه نتاعها تدافع على على المهبل نتاع المراه وعلى ضد لي انفيكسيون. دونك نجمو نلقاو، مش كي طول كي نلقاو فيه ان جيرم معناها الي باثولوجيك، لا فما دي جيرم موجودين غادي من اول الدنيا، معناها فما دي جيرم اخرين يبداو موجودين بار كونتيغويتي من القرب، مثلا فما نتاع الجهاز الهضمي بالنسبه للقرب نتاع البلاصه، ونلقاو برشا حاجات اخرين ما يكونوش مضرين، وفما لا نلقاوهم مضرين. اوغوزمون هما الالتهابات الفوق على فوق في عنق الرحم، يعني في الرحم وفي لي ترومب، هذوكم اقل اسون موا فريكونت، معناها ما يجيوش ديما، واما النتيجه نتاعهم اخيب من السفلى. السفلى نورمالمون بالدواء وبعض النصائح، وما تخلفش اذا كانت تداوى بالكدا ما تخلفش مضاعفات. معناها كيفاش يصير هو الالتهاب بالضبط؟ جينيرالمون الجرثومه تطلع سي اون فاسون اسوندونت، معناها من الفوق تطلع للمهبل نتاع المراه وتنجم توصل حتى لعنق الرحم. فما في لي فاجينيت هذوما يبداو كان في المهبل، تسميو لي فولفو فاجينيت، وفما لي سيرفيسيت اللي ينجموا يوصلوا للتريف اللوطانيه نتاع الرحم، نراوها احنا كي نعملوا ليكزامان دو لا فام معناها. العوارض نتاعهم هذيا كيفاش تكون الاكثريه؟ اكثر عوارض الموجوده الافرازات، فما افرازات هي تكون بطبيعه نتاعها موجوده طبيعيه، افرازات يبدا ما عندهاش ريحه، يبدا لونها اكثر الي ترونسبارون معناها ما فيهاش برشا لون، هذيك افرازات طبيعيه تصير للمراه جينيرالمون في وسط الدوره، معناها وقت تحس المراه النوع نتاع الافرازات هذا تبدل، ولات فيه ريحه، تبدل اللون نتاعو، ولاو اباندونت اكثر، ولاو موجودين اكثر، هذاك يلزمها تعرف الا هو يلزمها تمشي ادوا كونسولتي، خاطر ينجم يكون معناها عارض من العوارض نتاع التهابات. فما حاجه اخرى الحكه، نجم تكثر الحكه اللوطه في البلاصه هذيك، معناها في او نيفو دو لا فولف ولا او نيفو دو فاجان، معناتها اما في المهبل والا من برا كاريمون تكثر الحكه، تولي فما التهاب، تولي جلده تنجم تراها كاريمون المراه موجود فيها حموريه، نوع من القشور. فما نساء يقول لك لي بيرت يوليو كايوتي، معناها تراها ما بين في الـ او نيفو دو لا فولف، او نيفو دو لا فولف تلقاها كاريمون كي القشور كيما الياغورت نقولوا احنا، ولا بيضه ظاهره. وقتها هذيك زاده لازمها تمشي تعرف، لازمها دو كونسلتي، خاطر بعض ساعات ما يهبطوش الافرازات ما تفيقش بهم، اما تفيق فما الحكه. فما حاجه اخرى، فما ينجم يصير حريق في البوله، خاطر حاجتي
البلاصه هذيك ملتهبه بحذا منين تهبط لنا البوله، دونك كي نجم كي تهبط البوله تحرق الغادي الجلده الملتهبه ويصير حريق، والا كاريمون الالتهابات هذيا نجم ترافقها التهاب في شكاره البوله، والا حتى في منين تهبط لنا البوله من في العضو اللي هبط البوله من برا مش لازم في الشكاره الكل معناها. نجم تكون اكثر من كيكا، نلقاو كاريمون الناس كل ولاو يعرفوا الاسم، حتى المرضى نتاعي تلقاهم حافظين، ولا بارتولينيت هما دي غلاند موجودين بطبيعتهم في لي غراند ليفغ، تلقاها تولي لها كيما الحبه كبيره وتوجع وتكبر معناها حاجه نفاخ موجوعه. هذيك زاده تنجم تكون عارض ولا سي اون كومبليكاسيون نتاع تنجم تجيب نساء يعديو، كي نجيو نشوفو نلقاو ولا فما تحت منها فما اون انفيكسيون فاجينال معناها مش ظاهره. بالنسبه للجراثيم ليجير نعرفش ترجمه صحيحه ولا لا، اكثر وحيد موجودين، مش باش نحكي على اكثر وحيد موجودين، باش نحكي على اكثر وحيد يخوفوا اللي هما اللي عندهم بالعلاقه نتاع بالامراض المتناقله تناسليا، اللي هما الكلاميديا و لو تريكوموناس فاجيناليس، وفما هذوما لازم مع كي نلقاوه الجرثومه هذه لازم نلوجوا فماشي وراء منها امراض اخرى متناقله تناسليا. وفما ساعات حالات زاده تنجم تصير المراه مشات للكلينيك عملت كورتاج والا عملت عمليه كشف من اللوطه نسميوها احنا هيستيروسكوبي، احنا جينيرالمون ناخذ احتياطنا بعد منها طول نعطيه حمايه بشويه انتيبيوتيك، اما تنجم زاده رغم الحمايه باللي انتيبيوتيك يصيروا حالات نتاع هذوما لي انفيكسيون جينيرالمون يكونوا في الجهاز، ينجموا يصيروا في الجهاز السفلي اما جينيرالمون يكونوا في الجهاز العلوي معناه في الرحم و او نيفو دي ترومب. مش باش نحكي عليه برشا النوع هذاك نتاع لي انفيكسيون، اما باش نوري اللي هو تيلمون خطير لين ينجم يعمل لنا اون انفيكسيون في اون بيلفي بيريتونيت معناها في الكرش الكل، كيما بالضبط مثلا مصرانا الزايده كي تترشق سي اكزاكتومون سا، خاطر هو سي ان ابسي يتكون، اما زاده ما خوفوهمش برشا الناس على خاطر قليل وين انفيكسيون لوطا وتطلع الفوق باش تعمل اذا كانت الدواء في وقتها معناها باش تعمل النوع هذايا نتاع التعكرات. كيفاش نتعاملوا معها احنا الطب هذوكم العوارض؟ احنا الطب بيان سور اون فا اكزاميني لي باسيونت، لازم نشوفوا بعينينا الحاله نتاع عنق الرحم، نوعيه الافرازات كيف انها، خاطر احنا من نوعيه نجمو نفهموا شويه سا بو نو اورينتي شنو نوع الجرثومه اون كيستيون وباش نجمو نداويوها. نجمو نطلبوا دي بريليفمون زاده ميكروبيولوجيك كي بو نو اورينتي، جينيرالمون نطلبوهمش من المره الاولى، نطلبوهم كي تولي تتكرر الحاله، والا كي نحسوا زاده من نوع الافرازات تنجم تكون حاله نتاع لي انفيكسيون اللي قلت لك عليهم يتعداو جنسيا هذوكم يلزمنا نعملوا دي بريليفمون، ونجموا نعملوا حتى دي سيرولوجي نلوجوا في الدم مثلا على الكلاميديا، كي كان لقيناها كيما قلت لك بوزيتيف اوني اوبليجي باش نكملوا لوجوا على الامراض الاخرى منقوله جنسيا اللي هي السيدا والسيفيليس والبوصفير البي والسي. بي هذايا ليكزاما كيفاش شنو نتعاملوا احنا شنو نجمو نعطيو للمريضه باش يداويها، الوصفه الطبيه بلوتو، الوصفه هي تتقسم لزوز، فما دي كونساي باش نعطيوهم لها دو ليجيان نتاع كل نهار حاجات ننصحوها، نبداو ديما بالنصايح ومن بعد اللي نعطيوها الدواء. الدواء بالنسبه لي لنا سهيل، ما فما لي زانتيبيوتيك معروفين شنوما، قلت لك احنا والنوع كان بالبريليفمون والا احنا حتى ليكزامان برك الفحص ينجم يعاوننا، ولا كان ما فهمناش بالفحص نطلبوا البريليفمون نوليو احنا بالبريليفمون يعطينا شنو الجرثومه ظاهر شنو الدواء نتاعها. اما الاهم هو لي كونساي نعطيوهم، شنو ما لي كونساي توصيف والفاجان المهبل نتاع المراه سي ان ميليو دو كولتور معناها يشيخوا عليه الجراثيم، إلي هوميد السخانه نتاعو بارفيت للمولتيبليكاسيون نتاعهم و سي اون ما سي بلوز اوما اوفير معناها اون بيتيت كافيتي فهمتني وين ينجموا يتكاثروا. دونك اول حاجه اول نصايح نعطيوها سورتو للعباد المرضى
فما نصايح للعباد المش مرضى صياح. للوقاية. للوقاية. هذوكم ديما نقول لهم حسب شويه هكا مريت معناها في لي زاني ديكزيرسيس هذوما نتاعي. فما انواع نتاع حاجات نغسلوا بيهم الملابس الداخليه نتاعنا سون اليرجيزونت. وقت لي برودوي هذوما اليرجيزون يزافيبليس لا فلور فاجينال موجوده. قلنا احنا فما جراثيم الدفاع ينجموا ينقصوا نجموا نسميوها مناعه. خاطر ديما على الالرجي وكل حكاين نتاع الالرجي سي اون بورت دونتري لي انفيكسيون دونك يلزمنا نحيوهم. هذو ما حاجات مثلا لو صابون ليكيد والا الكلومو نتاع الماكينه فيهم برشا نيكيل اي وهذوكم ينجموا يعملوا دي الالرجي بارتو خاصه اللومو نتاع الماكينه حتى معناها اطباء جلديه يعرفوها خير مني ينجم يعطي حتى ملابس داخليه كل ما يلزمناش نحطها في الماكينه ينجم يعمل حتى الفوق حتى في الليسان وكل شيء. حاجه ثانيه يفو ايفيتي لي بروتيس ليب خاطر يزيدوا هما يكونوا كي ميليو دو كولتور وحنا برشا نساء تخرج تخدم من الصباح لليل دونك يخليو نفس البروتيس ليب دونك سا سي سي ايفيتي. نلبسوا انواع نتاع القطن ملابس داخليه و بيان سور نبدلوا ملابسنا كل نهار هذيك معروف. وحاجه اخرى ما نستعملوش جيل دو تواليت انتيم كل نهار نخليوه دواء نستعملوه كان كي يبدا حشتنا بيه. عندك شقلق ما نستعملوش جيل دو تواليت انتيم. باهي بالنسبه للعباد المرضى يلزمهم يتبعوا النصايح هذوما الكل. وكيما قلت لك لو جيل دو تواليت انتيم نفس الشيء خاطر هي باش تداوي المره هذه لازمها تقي روحها من مره اخرى. خاصه في الصيف راهو كي يجي وسا بو ريسيديفي تنجم تتعاود تتوجد نفس الظروف تنجم تتعاود مره اخرى. دونك حاجه وحيده هما لي كونساي ديجيان هذوما لا ينجموا يعيقوا لا ريسيديف معناها. سينو كيما قلت لك عندنا الكل سهيل الدواء نتاعها باش ما يتفاجئوش العباد. يعني هالكل حاله عندنا النوع نتاع الدواء نتاعها معروف ماهي سوني با كومبليكي الدواء. وحاجه اخر نقطه باش نحكي فيها المهمه هي كي نلقاو جرثومه معناها متناقله جنسيا لازم نكملوا لو بيلون معناها دي مالاد نتاع الامراض المتناقلين جنسيا باش نقيو رواحنا من اي فوالا نكملوا. وفي وقت المرض في البيريود ايغو معناها يا اما نبعدوا على العلاقات الجنسيه والا نستعملوا البريزرفاتيف باش نحميو خاصه سي اون مالادي دو كوب. المراه تعدي الراجل الراجل يعدي المراه. اذا كان ما نداويوش فرد وقت ونحيو معناها لي مويان دو ترانسميسيون باش يقعدوا ديما يمرضوا بيه. واضح يعطيك صحة دكتور على الانترفنسيون نتاعك. دونك باش نتعداو للبارتي نتاع لي كيستيون. دونك عندنا سؤال من عند واحدة من الانترنت نتاعنا تقول لك دكتورة اسكو الالتهابات هذيا سبب من اسباب عدم حدوث الحمل والا لا؟ ينجم فما انواع نتاع جراثيم تنجم كيما قلنا الكلاميزيا حكينا عليه دايوغ كي احنا يتاخر الحمل عند راجل ومراه عند ان كوبل نطلبوه معناها من الاول دو بروميير انتونسيون نطلبوا لو بيلون هذايا. فماشي جراثيم ساعات زيد نطلبوا الكشف نتاع الرحم والقنوات من اللوطه نشوفوا فماشي تاثير نتاع نتاع التهابات صارت وطلعت للفوق وما فاقتش بها المراه ولا الدوات هكاك على ليجير معناها ينجم معناها هو ينجم يكون سبب ينجم تاخر الحمل وتبدا المراه حامل وتبدا عندها الالتهابات. اسكو هذايا عنده خطر على الجنين والا لا دكتور؟ في اول الحمل هو صعيب في وهي حامل تفيق بهم معناها جينيرالمون الي اسيمبتوماتيك. في اول الحمل باش تداويها كيما اي امراه عاديه اما جوست ناخذ احتياطنا فما دويات ما تنجمش تاخوها باش نوليو نداويو لوكالمون معناها نستعملو لي زوفول ولي بوماد ونحاولو ما نعطيوش الحرابش دويات اللي يتعداو بالبدن الكل وينجمو يتعداو للصغير. وتنجم في اخر الحمل نجم كما قلت انت معناها فما نوع نتاع جراثيم ينجم يقلقنا في يتعدي للبيبي هاكا علاش احنا كي تقرب الولاده نتاع المراه جينيرالمون في ديك لون ترونتير معناها 37 جمعه 37 جمعه ايديالمون نعملوا تحليل احنا من اللوطه بريليفمون نلوجوا على نوع معين نتاع جرثومه اللي هو الستريبتوكوك بي ينجم كي تصير الولاده يتعدى للبيبي ويتقلق في التنفس نتاعو.
واضح دكتور، يعطيك الصحة على الإجابة نتاعك. عندنا سؤال آخر، يقول لك دكتورة اسكو كي يهبط الدم من مكان المهبل هذيك عنده علاقة بالالتهابات المهبلية وإلا لا؟ ينجم يكون عارض من العوارض هذايا، مش موجود برشا ما ينجم يكون موجود، خاصة كي يبدا فما الآلة، تبدا المرأة مركبة الآلة معناها. لي بيرت كنت نحكي عليهم اني هذوما في عوض ما يتبدل لونهم اصفر ولا ينجموا يكونوا اصفر بيض خضر، معناها يتبدل لونهم يوليو دم كاريمون. وهذاك كي نجيو بعد ما نعملوا الدم ونعملوا ان بريليفمون نجموا بعد ما يوفى الدم معناها نعملوا بريليفمون نجموا نلقاو جرثومه، ولا احنا جينيرالمون كي نلقاو حتى معناها سبب للدم وتحس من ريحتهم معناها الدم هابط تبدا ريحته مبدله تحس المراه عندها حكه نجموا نداويو كاريمون طول طول وهي تتفرهد بعد ما نعطيو احنا لو تريتمون سيمبتوم. بون سي با تريتمون سيمبتوماتيك مي اون تريت كاينها اون فاجينيت. واضح دكتور يعطيك الصحة. دونك كيما كنت انت تحكي بكري دكتور اسكو أما سامحني باش نرجع راهو ديما لازم كي يهبط الدم كي يوفى الدم نعملوا بالنسبة للنساء اللي عندهم معرسين معناها وعندهم حياة جنسية لازم ديما نعملوا تحليل عنق الرحم إذا كانوا دم مش في وقته. واضح. اسكو دكتور الآلة اللي ركبوها للنساء في الحمل بعد الحمل وكل اسكو هذيك تنجم تكون معناها سبب من الأسباب فافوريزي تنجم نجم تكون اذا كان احنا تصير من الاول التهابات وما نتلهوش بها ما نعطيوهاش اهميه، بالعكس هي نجم تعاون الجراثيم باش تطلع لفوق. هو ديما كي تركب الاله نلقاو الجراثيم اللي حكيت عليهم اني لو اباغاي معناها الرحم توصل للانفكسيون تطلع لفوق هي تعاونها. هاكا علاش نركبوا الاله لازم مش نردو بالنا معناها مش نجيب كل شهر للطبيب ولا كل شهرين للطبيب، كي تبدا عندنا حاجه عندنا حكه عندنا وسخ افرازات معناها ريحتها خايبه ولا لونها مبدل طول طول، خاصه كي تبدا عندنا اله طول طول لازم نمشيو نشوفوا شنو السبب. واضح دكتور يعطيك الصحه. دونك التحقوا بينا من المشاهدين نتاعنا قالوا لك دكتوره كي تنجم تفكرنا في عوامل الخطر اللي سببوا الالتهابات هذيا في وقت الصيف. عوامل الخطر هي السخانه والهوميديتي، هذوما زوز عوامل اكثر عوامل يخليو اي بكتيري تتكون، معناها كأنك حطيتها في لابوراتوار دون ان ميليو ابروبريي في المكان حاشتها به هي باش حاشتها بالهوميديتي وبالرطوبه وبالسخانه، هذوما الزوز موجودين في المهبل نتاع المراه. واضح يعطيك الصحة دكتور. مع العرق زيدا ما ننساوش خاطر العرق في الصيف وكل حوايج محزوقة حكيت عليها وكل شيء ينجم يعمل مع لي ترانسميسيون مع البيسين زيدا باغ اكزومبل بيسين عامل ينجم يكون عامل الكلور خاطر الكلور فيها الكلور والكلور ينجم يضرك الجراثيم اللي قلنا احنا الدافع. دونك نصيحة ممكن في البيسين كي نبداو مرضى يفو ايفيتي نعومو في البيسين، واول ما نخرجو من البيسين نغسلو البلاصه معناها لي زون انتيم نغسلوهم بالماء عادي. واضح دكتور. دونك عندنا تفاعل اخر من عند وحده من الانترنت نتاعنا تقول لك دكتوره مشيت للطبيبه وقالت لي اللي الاباضه نتاعي لاباس عليها وكل شيء مريقل ولكن لم يحصل الحمل رغم انه عندي ولاده من قبل. حكايه اخرى. لا هذه دكتورة اللي سألتك على الالتهابات اسكو هي توخر سبب الحمل ولا معناها الالتهابات كان عندها عوارض نتاع التهابات الطبيبة نتاعها معناها الناس كل نعملوها تطلب لها نبداو بالبريليفمون ساعة سهيل برشا نجمو نعملوه في العيادة ومن بعد تالي كان فما حاجة نجم تكمل حتى بالليزيكزامان سيرولوجيك هذوما ينجموا يعيقوا الالتهابات نجم تعيق الحمل. واضح دكتورة كيما نجم يكون سبب حاجة أخرى. دونك ما نجموش نعرفوا نجموش 100%. دونك عندنا سؤال اخر دكتوره تقول لك انا حامل وحده من الانترنت نتاعنا تقول لك انا حامل في الشهر الخامس وفي الشهر الثاني عملت تحليل او سي بي او طلع عندي ميكروب في الدم وفي البوله اخذت ابره لمده 6 ايام ومن بعدها بشهر كررت تحليل طلع نيجاتيف واخذت 3 تحميلات ما نعرفش شنو التحميلات والان عندي حكه سطحيه اشعر بها احيانا ما هبطش الماء الشفاف نتاعها، اسكو هذه هي الالتهاب والا لا؟ ينجم يكون التهاب، اما هي
كي عملوا لها او سي بي او معناها هما خاطر التهاب في الاعضاء التناسليه حاجه في المهبل نحكي على اللوطه يعني حاجه والتهاب في شكاره البوله والا انفيكسيون في البوله كاريمون حاجه اخرى هي في الشهر الثاني عملوا لها او سي بي او عطاوها الابر معناها الاكثريه يتسمى التهاب في البوله هذاك نداويوه بالابر كي يبداو فما علامات نتاع خطر للمراه الحبله مثلا كلاوي يتنفخوا شويه والا ينجم يكون الجيرم معناها الجرثومه صعيبه شويه نداوي ما عندهاش علاقه ببعضها معناها التهاب في البوله ما يعملش الحكه السطحيه والحكه هذه تنجم تكون حتى من غير افرازات تنجم تكون عارض من العوارض نتاع الالتهابات المهبليه واضح دكتور يعطيك صحه دونك نتعداو للسؤال اللي بعده هو مادام احنا محتاجك انت الدكتوره هو خارج على على السوجي نتاعنا ماذا بينا نوصلوا المعلومه صحيحه يقول لك واحد من الانترنت نتاعنا دكتوره اسكو تيست دو غروسيس كيف تبدا شلطه حمراء والثانيه روز اسكو هذيك غروسيس ولا لا سا ديبون دي تيست شنو يقرا هو التيست اللي خذاه شنو وينجم يفسروا له بالضبط معناها ما جينيرالمون هما يقولوا زوج شلطات حمر اذا كانوا بارل دو ميم تيست معناها واضح دكتور يعطيك الصحة على المداخلة نتاعك ويعطيك الصحة اللي جاوبت على الأسئلة نتاعنا اليوم عايشكم. وإن شاء الله نكون وصلنا المعلومات للمشاهدين نتاعنا ونقول لهم أتخي بيانتو عايشكم.